الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أبو صالح. أبو صالح ده دلع جديد ولا إيه؟ اهتمامك بيه اهتمام أب بابنه، إصرارك إنه يبقى موجود هنا وعايش وسطينا، وأنت عارف إن ده بيوجعني. ده إصرار أب خايف على ابنه. ابنه وأب، هبلة؟ أنا كنت هبلة فعلاً، كنت هبلة لما كنت بتقوم من جنبي في عز نومك وتنزل تطمن على ولد مش ابنك، كنت هبلة لما شفت صورتك مع أمه بعيني وطنشت وعديتها، كنت هبلة لما صدقتك السنين دي كلها وأنت كذاب وخاين. الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده، ده مش كلام فارغ، دي الحقيقة. اللي هي إيه الحقيقة دي؟ دي الأشعة اللي بتثبت إن أنت بتخلف، وكنت ضحك عليا كل السنين دي كلها وفهمني إن أنت ما بتخلفش. هتضحك عليا بإيه تاني دلوقتي يا أبو صالح؟ أولاً أنا ما خلفتش، مش هخلف غير منك. كان غلط إني كدبت عليكي، بس والله العظيم أنا كان قصدي. بلاش كلام الأفلام ده، خلاص ما بقاش هيكون معايا. وهتقولي إيه تاني؟ إن أنت كنت بتعمل كده عشان مشاعري والكلام الفارغ ده؟ والله ما كلام أفلام ولا كلام فارغ، أنا فعلا كنت خايف على مشاعرك ومش عايز أزعلك، فقلت العيب عندي مش عندك، إن أنا وأنت واحد. إنما الكلام العجيب اللي بتقوليه ده، وادبني وخلفته ميتة وزي وكيف، حقك تزعلي، بس والله العظيم دي الحقيقة. الحقيقة الوحيدة إنك كذاب وخاين وزبالة. بقول لك إيه؟ أنا مش مجبر أحلف لك، ومش مجبر أستحمل إهانتك دي. لو اتربيت على أمك تهين أبوك ينعل أبو البيت. أنت بتمد إيدك عليا